إلى خبر آخر، رئيس الوزراء يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك متانة العلاقات السودانية الكويتية عبر الحقب التاريخية، وأشار إلى ضرورة تذليل كل العقبات للاستثمارات الكويتية بالسودان. استقبل حمدوك يوم الخميس السفير بسام محمد الجبيتي سفير دولة الكويت بالسودان، والذي أوضح بتصريحات صحفية أنه نقل رسالة سمو الشيخ جابر بن مبارك رئيس الوزراء الكويتي، والتي تضمنت تحياته والدعم الكويت الدائم لقضايا السودان وكل ما يهم مصلحة البلدين. الكويت تدعم وتقدم التحية والدعم الدائم لقضايا السودان، وتتحدث عن كل ما يتعلق في مصلحة البلدين. يتلقى دائما الدعم الكويتي ومن حكومة الكويت. دولة مجلس الوزراء يؤكد متانة العلاقات بين البلدين. كيف تقرأ هذه العلاقة السودان الكويت؟ أقرأ هذا من منظور تاريخي، أن العلائق السودانية الكويتية قديمة، وأن السودان كان عاملا رئيسا يعني لحماية الكويت من التفكير العراقي لغزوها في خمسينات القرن الماضي، عندما فكر عبد الكريم قاسم بغزو الكويت وضمها إلى العراق. كان السودان ليس منددا أو شاجبا لهذا التوجه، بل أرسل فرقة كاملة عسكرية لتقف مع إخوتهم في الكويت درءا لمثل هذا الغزو الذي حدث في مطلع التسعينات من القرن الماضي. فهذه مكنت العلائق بين السودان والكويت، وجعلت هذه العلائق تكون فيها قدر من الخصوصية. لكن في فترة الثمانينات والتسعينات فترت هذه العلائق، يعني لم تعد تلكم العلائق المعروفة. أحسب أنكما أصغر من أن تتذكرا أن هنالك سفير كويتي كان حتى يسمى اسمه عبد الله السريع، لكن كان يسمى بعبد الله جوبا، لهذه الدرجة من العلائق وحميمية الصلات بين السودان والكويت، واهتمام الكويت آنذاك بالديفلوبمنت أو بالتطور والتنمية في الجنوب، عندما كان جزء لا يتجزأ من السودان. من هنا أمن الدكتور عبد الله آدم حمدوك دولة رئيس مجلس الوزراء على هذه العلاقة وتسمينها، والحرص على العمل على ازدهارها وتطويرها، وتشجيع الكويتيين لدخول عالم الاستثمار في السودان.